السلام عليكم يا جماعة، ده احنا بس عاملين تجربة بسيطة كده للنظام اللي احنا حاطينه بتاع الدخول. أول تجربة دلوقتي أستاذ عاطف هيوريها لنا، إن لو أي حد داخل، احنا مبرمجين السيستم إن أي حد داخل في ساعات النهار مسموح له بالدخول عن طريق إن هو يدوس الجرس اللي موجود عندنا دوت ويزق الباب عادي هيتفتح. تمام؟ لأن الأكرة دي مش هتبقى موجودة، مش هتبقى موجودة الأكرة دي. أستاذ اتفضل يا عاطف أستاذ اتفضل. عاطف. كده فتح، مجرد بيزق الباب كما لو ان الاكره مش موجوده تماما. بالظبط، هو كده ما استخدمش الاكره. تمام كده، ممكن يفتح من جوه عادي. تمام. دلوقتي بالليل التجربه بقى الثانيه. اتفضل يا استاذ عاطف. لما دلوقتي انا فصلتها بنفسي دلوقتي، ده اتفصل دلوقتي في توقيت ده اللي معين، هيبقى اوتوماتيك هنتفق عليه. احنا هنتفق قلنا على من ميعاد 12:30 ل 6:30 الصبح. ماشي. لو جيت حضرتك يا استاذ عاطف تدوس دلوقتي على البتاع اهو، مش هيفتح مش الباب. هيفتح. زق الباب بقى كده يا استاذ عاطف. مش بيفتح، ما فتحش. لما يجي بقى ساعات الصبح ديت وكده، دلوقتي انا رجعته بقى كانه يوم الصبح. لو الصبح حضرتك جبت هيدي اوردر ويشتغل لوحده اهو. بالظبط بالظبط كده، ويشتغل اهو. تمام تمام. ده يا جماعه بيبقى سيستم لوحده بيشتغل. احنا مش هنعمل اي حاجه، مش هو أي حاجة. بيشتغل بالنهار ويفصل بالليل. لو انا بقى جاي بالليل، المفروض بقى انا المالك في العماره وانا اللي ساكن في العماره، فيبقى افتح الباب ازاي؟ افتح الباب عن طريق التطبيق اللي هو ده. تمام. مجرد ان انا هاجي هدوس له كده فتح الباب. فتح الباب. ازق يا استاذ عاطف اهو كده، فتح الباب. بس ده كده ملخص لل والاوردر بياخده من الابلكيشن اللي في اي مكان انت حضرتك. من حتى جوه الشقه عند حضراتكم، من الشغل، من بره، من اي حاجه، يعني سواء انت موجود في المنطقه في البيت او بره البيت او في شغلك او حتى مسافر، يمكنك فتح باب العماره من مكانك. ويجب ده كله وجود المفتاح مع حضراتكم. بس تمام. كده بس هنقفل ده، بس عشان ده فيديو كفايه. شوف الكاميرا، ده فيديو نقفله.